بسم الله الرحمن الرحيم. حل ورقة عمل الفنان الصغير 6 صفحة 40. 1. افتح برنامج الرسام، نضغط على زر ابدأ، ثم كافة البرامج، ثم البرامج الملحقة، ونضغط على زر الرسام. 2. افتح اللوحة طابع، نضغط زر الرسام ونختار الأمر فتح، ونحدد مكان اللوحة. 3. تظهر لوحة الطابع أمامي. 4. اكتب اسمك وصفك على اللوحة، نضغط على أداة النص ونقوم برسم مربع نص بجانب الاسم، ونحدد حجم الخط. 48، ونكتب الاسم خالد. احمد. ونضغط في الخارج، ثم نضغط على مربع النص، ونرسم مربع نص بجانب الصف، ونكتب الصف الثالث اول، ونضغط في الخارج. 4. احفظ اللوحة بنفس الاسم، نضغط على زر الرسام ونختار حفظ باسم، ثم نحدد المستندات ونضغط حفظ، وفي النهاية نغلق برنامج الرسام.